جدا في قرار عرفته وانا جاي كمان في السكه، ان هو قرار استبعاد رمضان صبحي. لسبب، الاوروبيين بيبقوا حاسمين، ما عندوش حته العواطف. اعمل مناوشات على 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 حساب النواحي النفسيه صح. او الحاجات زي دي. اولا وجهه نظري الشخصيه انه اخذ القرار الصح. مش هنضحك على بعض، رمضان صبحي مش جاهز، وما ينفعش رغم ان هو لعيب كبير جدا ولعيب في الدوري، يعني في اقوى دوري. مش جاهز معلش، مش جاهز يعني بعيد عن المشاركه في المباريات. اوكي. لا مش قصدي اكيد الاهلي مش هياخد ريسك انه يدفع بلعيب. لا انا قصدي مش جاهز للمشاركه. احنا كلامنا هنا في القناه دايما بيبقى ايه؟ اللي يعمل اللي ياخد الامور بحساسيات ياخدها بامور بحساسيات. لا انا قصدي مش جاهز لل بعد ما نلاقي يشجع النادي الاهلي يعني اللي بيعمل كده. اتفضل. مش جاهز للمشاركه احساس المباريات. دي نقطه. النقطه الثانيه يا اسلام، لو انت تعالى ننزل لارض الواقع، لو انت ريني فايلر وراهنت ان انا عاوز العب رمضان صبحي وعاوز اشركه، من وجهه نظري الشخصيه ده في بصوره ان دايركت او صوره غير مباشره انعكاس عدم ثقه من المدير الفني في بدلاء رمضان صبحي. بس لا، ما هو دي وجهه نظري. وجهه نظرك، ولكن هي برضو مختلفه، لانه انا ما هو انا عندي 30 لعيبه يا جماعه. انا بشوف ان رمضان صبحي واحد من مش انا، مصر كلها طبعا اللي بيتفرج على الدوري، اللي بيتفرج على البطوله الافريقيه، بيتفرج على بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، قال لنفسي هذا الكلام، ان واحد رمضان صبحي يعني انا يبقى عندي ميسي وجاي من مثلا مع الفارق في في المقارنه، يعني انا مش بقارن رمضان بميسي خالص، لكن انا بتكلم ان لو ميسي جاي من اصابه طويله، ما انا لو عندي فرصه ان انا ان هو جاهز بدنيا وفنيا وكذا وكذا ان هو يلعب، بس هي دي بقى عاده احتياطي وينزل، ده ما فيش اتنين هيختلفوا عليها بالظبط. ده لو الكلام ده لو ايه يا اسلام، لو رمضان صبحي سليم مليون في الميه كطبيا صح، ورجله في المباريات بقى لها فتره، يعني اللي هو مش هندخل في مقارنه، يعني انت كمدير مين بقى اللي يحدد كده؟ هو المدير الفني. برافو عليك. طبعا بالظبط. لكن لما يبقى رمضان بعيد عن المباريات واصمم ان انا اشركه، لا، البدلاء ده بينعكس لهم ان انا كمدير فني مش واثق فيهم قوي، او كاني بقول لهم بصوره غير مباشره الراجل ده بعيد عنكم قوي. فاهم؟ خاصه ان انت عندك في الحته دي بيعرف يلعبها لعيبه كلهم دوليه، وليد سليمان يعرف يلعب الحته دي، حسين الشحات يعرف يلعب الحته دي، جيرالدو يعرف يلعب الحته دي، مين كهربا لعيب في منتخب مصر راح كاس عالم يعرف. ما انا قلت اجاي. كل اللي احنا قلناهم لعيبه بتلعب في هذا المكان. احمد الشيخ حتى ممكن يجرب، مش هو في مباراه من المباريات كان بيغير هو وحسين، يعني حسين وفي مره من المرات عملها، مش فاكر كانت مباراه ايه، ما نالتش اعجاب الجميع قوي لما لعب علي معلول في الحته دي. كان في مباراه من المباريات صح غالبا صح في الدوري المحلي. لعب علي معلول كوينجر ناحيه الشمال، انا فاكر متاكد. لا حتى ما نالتش اعجاب الناس، ما حسيناش ان علي معلول لقى نفسه. لعب احمد فتحي باك ليفت وهو قدامه علي معلول. مظبوط. مظبوط. مباراة ايه الذاكره مش ولا انا برضه مش جايباني دلوقتي. عادي عجزنا. طيب الفريقين ايه وجه الاختلاف بينهم من وجهة نظرك؟ النقطه كمان